بصراحة أنا كتير انبسطت بالمقابلة اللي عملتها مع مروان. مروان من الناس اللي حول قصة اللجوء تبعه لقصة نجاح، وأنا بفتخر كتير إني عملت المقابلة معه. بفتخر كمان إني قدرت شوف نجاحه بألمانيا يوم ورا يوم. بتمنى لكم استماع لطيف. خلينا نبلش. Deutsch Arabisch ist ein Podcast für jeden, der Deutsch und Arabisch mag. عربي ألماني بودكاست لكل شخص بحب اللغة العربية والألمانية. مرحبا، أهلا وسهلا فيكم بالحلقة الجديدة. اليوم رح نعمل حلقة بالعربي ومعي اليوم ضيف كتير بعزه، كتير بحبه مثل أخ لي. بغض النظر أنه قريبي، هو شخص كتير كمان قريب لي من أكتر من ناحية، وبعتبره مثل أخ صغير وبنفس الوقت صديق، وبحب أسمع رأيه وبحب أعرف كيف يفكر، يعني لأنه رأيه بالنسبة لي بيهمني كتير. مروان بيعيش كمان بألمانيا. ليش عم بحكي أنا؟ خلاص خليه هو يحكي ويعرف عن حاله. مروان مرحبا، أهلا وسهلا، تفضل. أهلا فيك عمورة، شكرا كثير لاستضافتك. أنا كثير مبسوط لما بشاركك بمشاريعك الجديدة، وعن جد كثير مبسوط معك. أنا مروان من الشام، من سوريا، صار لي بألمانيا 4 سنين وعايش بمدينة أوسنابروك بنيدرزاكسن، وحاليا قاعدين بالبيت يعني كورونا ما كورونا. كورونا ما خلى حدا ما صابه. أي والله مو بالضرورة يكون صابه الفيروس يعني، وإنما صابه نفسيا ولا عمليا ولا فكريا، يعني ما خلى حدا تماما مشكلة. أي والله، بس إنه كورونا شغلة كتير منيحة، لأنه أنا عندي سؤال بالنسبة لهذا الموضوع. أنت شو رأيك بالقصة تبع كورونا؟ شو بتفكر؟ يعني شو برأيك انه هذا الشيء كلياته صح اللي عم يصير؟ هلا اذا من اي ناحيه انت قصدك صح، يعني انه هاي كل الاحتياطات اللي عم ياخذوها هلا هن حاليا يعني، وما في شغل، والعالم كلياته لازم تقعد ببيوتها. هلا هو على هوا المستمعين تبعنا، يعني من وين هن عم يسمعونا، بكل بلد يعني الوضع مختلف عن البلد الثاني، بالبلاد العربية حتى كمان في بلاد تختلف عن بلاد تانية. هون بأوروبا الوضع كمان من بلد لبلد بيختلف. فأنت برأيك أنه هذا الشيء صح؟ معقول أنه يكون هذا الفيروس بهالخطورة هاي؟ يعني هلا أنا بميل لفكرة أنه شو بدي أقول لك، يعني أنه هن أدرى بالنهاية من نحن كعالم، معنا كتير متخصصين بموضوع الفيروسات وبإجراءات سياسية، يعني معنا هالقد فايتين بهذا المجال، فبحس انه هن القدر، يعني انا عندي فتحة وعندي ثقة باللي عم يصير باللي عم هي اجباري. هن بيضطروا يعملوا اوقات، برأيي يعني بيضطروا يعملوا انه اجراءات شوي صارمة وكذا، بس كله لمصلحة العالم يعني بالنهاية، لأنه هو الشباب، يعني مين اللي بيطلعوا من البيت أكثر شيء؟ الشباب الصغار، يعني اللي أعمارهم لا يعتبروا أنه كبار كتير، بس هدول بيطلعوا هنا أقل عرضة للإصابة من الكبار، فهو فعليا هذا الشيء عم يصير كرمال يحموا الكبار. يعني أنا عم قلت لك ببساطة، يعني باختصار، أنه عندي ثقة باللي عم يصير، وماني ما نزعجني بشكل يعني مبالغ فيه. طبعا بيزعجك كونك انه تقيدت طلعتك فوتك شغلك مصاريك كذا، بس انه اللي عم يصير بنهايه مؤقت ومنيح اللي عم يصير. انا شايف انه المانيا والاجراءات اللي عم تتخذ بالمانيا مضرب مثل مقارنه بدول ثانيه اللي فقدت السيطره او اللي استهانوا بالموضوع بالبدايه فبعدين تفشى بشكل سيء الفيروس وهيك، يعني عرفت؟ تمام، فهمان عليك. هلا مثلا هون بألمانيا كمان للمستمعين، عم يحاولوا يطوروا برنامج بحيث انه العالم كلها تتنزلوا عندهم على الموبايل، وبعدين بيحاولوا يراقبوا الناس او مو يراقبوا الناس، بحيث انه انت مثلا مفروض عليك تنزلوا لهذا البرنامج، ولكن انت طوعيا عم يقولوا هنين انه لازم تنزل البرنامج وتفتح البلوتوث تبعك بحيث انه العالم كلياتها تشوف، او انه الموبايلات يتبادلوا البيانات بيناتهم، بحيث انه اذا شخص معه الكورونا بيقدروا هنين
يبعثه لك رسالة يقول لك إنه أنت كنت يعني باتصال مع شخص معه الكورونا، فروح وعود بالكارانتينة لحالك بالبيت. كتير حلو، سمعت عنه قريت عنه هيك شيء وكتير عجبتني الفكرة، بس ما بعرف إذا عم تطبق أوريدي ولا لا. بس السؤال اللي بدي أسألك يا، واللي كتير في ناس اللي كتير ناس هيك بيتبعوا نظريات المؤامرة والقصص هاي هون بألمانيا، يعني هلا نحن ما عم نحكي على بلاد العربية، إنه الحجة تبعهم كورونا، ولكن هن بدهم يحاولوا إنه يراقبوا الشعب كلياته. هلا مثل ما قلت انت، فكره نظريه المؤامره هي دائما بيامنوا فيها الاشخاص اللي ما بيكون عندهم هذا، ما انهم مستوعبين شو عم يصير. فالتفسير السهل هيك السريع اللي بيقدروا يحصلوا عليه هو مؤامره، في حد عم يتامر ضدنا، هلا مختزن يعني فاينل، عرفت؟ فاكيد هو الموضوع مو هيك لسبب بسيط، هو انه نحن اوريدي مراقبين، اوريدي حركتنا جوجل تعرف عندك كل شيء، وجوجل يعني هي مو شركه كثير مستقله، لها تشاركات مع الدول، وفي فتخيق بيصير بيناتهم ومتبادل معلومات وشيء له علاقه بالامن وكذا. فانه ان كان موبايلك ابل ولا ان كان اندرويد ولا شو ما كان، كله هذا النظام عم يلاحق المستخدمين وين عم يروحوا، حركتك والجي بي اس وات ايفر. فانه ما وقفت هلا على ابلكيشن جديد يطرحوك انه يراقبوا العالم تحركات، لان هيك اذا بدهم قدرانين يعني يوصلوا لتحركات العالم. تمام، برايك كمان فكره يعني وارده، وبتخيل كمان يعني في كثير ناس بتشاركك الراي. خلينا نروح لموضوع تاني تماما. مروان، صلك بتعيش بألمانيا 4 سنين، و احكي لي شلون جيت على ألمانيا. انا بعرف بس مشان المستمعين يعرف. جيت على الطيارة. لا، كان هليكوبتر شخصية اجت اخذتني من نص بيتي حطتني بألمانيا. هليكوبتر ما بتوصل، جت بيكون. ايوه. مثل كل هالعالم اللي طلعت باخر 2015 يعني، بحر ولجوء اللي قال يعني انه هدول التهريب غير شرعي، هجره غير شرعيه. ايوه. وحطينا بالمانيا باخر 2015 يعني. كنت لحاله؟ لا، جيت مع اخواتي، يعني كان معي اختي واخي وصهري. تمام. وشو تقدر تحكي عن تجربة الطريق اللجوء، مو عن اللجوء نفسه، وإنما تجربة اللجوء هي وقت الواحد يوصل ويعيش بالبلد، ولكن أنت شو بتحسن تحكي عن تجربة طريق اللجوء؟ هلا أنا بعتبر حالي مقارنة فيك مثلاً على سبيل المثال، يعني تجربة اللجوء تبعي أو طريق اللجوء يعني تبعي كان كتير مريح وسهل مقارنة بكتير عالم طلعوا قبلنا أو اللي طلعوا بعدنا وما قدروا كملوا اللي علاقة باليونان وكذا. نحن طلعنا بوقت يمكن كان أسهل وقت، لأنه كان منتشرة هاي الشائعات تبع أنه الاتحاد الأوروبي بده يعمل شيء ليغلق الحدود وكذا. فصارت إن كان من الناحية المادية أنه المهربين يرخصوا الأسعار ويلا كل واحد صار يقدر يطلع عادي، وإن كان من ناحية الطريق يلي يعني كان الصليب الأحمر عم يساعد العالم حتى تكمل طريق، ما حدا يعصى، ما حدا يعلق مع عالم شو يسموه كمينال يعني او هيك. فانه كان ميسر نوعا ما، يعني ما اكل طريق اكثر يعني. مجرمين قصدك؟ ايه تمام. انه مو هدول في عالم هدول اللي انتشر ما بعرف هي اشاعات ولا هي حقيقه، بس انا كنت اسمع بهذيك الفتره انه في عالم بتكون عرفت هيك بين الحدود بين الدول بالاراني المقطوعه عم يصير خطف، عم يصير مثل قطاعين الطرق يعني مثل ما بيقول. ايوه تمام. فانه لا، الحمد لله ما تعرضنا لهذا الشيء، وكان ميسرة ومنظمة. طبعا كتير تجربة صعبة وقاسية يعني، اللي هي أصعب من ما الواحد بيتخيلها قبل ما يطلع يعني. هلا الواحد بيطلع بيكون عم يفكر إنه أصعب شيء الواحد رح يعيشه هو البحر، إنه رح نقضي هذا الوقت بالبحر، والبلم بيكون ما كتير منيح وبجوز يعطل. طبعا هذا الشيء كله صار معنا يعني، إنه القارب المطاطي قصدك. إيه. أيوة. انه عطل مره ورجعنا، والبوليساي هنيك ب شرطه بتركيا اخذتنا ورجعتنا، يعني صارت شويه مغامرات، بس انه بالمجمل يعني كانت ميسره مقارنه بعالم ثاني. انا بعرف عنك مثلا، انت ما بعرف اذا في احكي، انه انت طولت اكثر من شهر مدري قديش، ما
ما بعرف بالضبط قديش بس كانت قصي شهور. قصي قصي، اذا المستمعين حابين يسمعوها بحكي لهم اياها بكل هدوء ورواء، بس ضليت تقريبا انا شي 3 شهور ونص تماما. فانه بين لحتى 3 شهور ونص، وبين في حدا وصل باسبوع، وحدا وصل بشهر، وحدا وصل باسبوعين، وحدا ما وصل، يعني ضل على الان باليونان وبعدين تم طبعا. فرزه لدوله مثلا هو ما كان من الاساس حابب يروح عليها. فانه لا، الحمد لله كانت بالمتوسط بالمجمل موفقه، يعني مريحه. مروان، انت اول ما وصلت على المانيا، كل شخص مننا وقت يكون على طريق اللجوء وحابب يوصل على البلد اللي هو حابب يعيش فيه، بيكون في بمخه افكار معينة، وهي الافكار يعني شلون هو مثلا متخيل البلد هاد. تمام، وقت وصلت انت على المانيا ووصلت باول او ثاني يوم، شو كانت اول اسبوع او مو اول اسبوع انما اول شهر، لانه باول شهر بيقدر الواحد يكون فكرة حقيقية عن البلد. صحيح. لا، والافكار كلها اللي بتكون على الطريق، على طريق اللجوء، الاحلام وهالشغلات هي كلها بتتبخر وبتصير واقع. يا صحيح. اما الافكار هاي بتصير حقيقة، يا اما بتكون هاي الافكار كلها مثل ما بيقولوا محض الخيال يعني. فشو كانت مروان بعد شهر بألمانيا، شو كانت تجربته؟ هلا نحن دول اللي طلعوا باخر 2015 يعتبروا من اخر الدفعات اللي طلعت كاعداد، عرفت؟ نحن من الجماعه اللي طلعنا ككميات، عرفت؟ من البني ادمين. فبهالفتره اللي كنت انا اللي طلعت فيها، كان انه شو بدي اقول لك، صار في صوره واضحه عن العالم، عن انه الوضع شو راح يواجهك اول ما توصل كامب، ما كامب، قديش بتطول ليطلع لك بيت كذا. فكانت عندي هي الافكار واضحه. بس انت باثناء طريق اللجوء، يعني انت وانت على الطريق لتوصل لهي البلد، هذا الموضوع كله ما بيخطر على بالك. يعني انت بتكون بس بدك توصل للبلد اللي بعده، بدك بس ما توع من شيء قرنه، او لانه عرفت في قراني نحن خضنا فيها مثلا، حتى باليونان بتذكر من بين الجزر مدري شو، انه خطره، كان يعني في خطر حقيقي بيكون حواليك ببعض القراني بالطريق. فعن جد هي انه الاحلام او شو الافكار اللي كانت تخطر ببالي بما يتعلق بالمانيا ما كانت عم تخطر ببالي بهذاك الوقت، كانت انه بس بدي اوصل، انه اوصل على قرن، يعني خلص انه عارف حالي انه خلص خلصت الرحله، يعني عرفت؟ مثل ما بيقولوا وصلت على بر الأمان. تماما. فهي الفكره. اما الافكار اللي كانت عندي قبل ما اطلع المانيا، هي بصراحه يعني ما لها علاقه، ما كثير بتخص البلد المانيا بشكل محدد، وانما بتخص انه انا بدي اطلع من سوريا، يعني عرفت؟ انه كنت مضطر اطلع بهذيك الفتره لانه خلص دراسه وبدي اطلع عشان ما اعمل جيش ومن الحكي. ف طلعت وقتها ووصلنا لهنيك، وقلت لك يعني في افكار انت بتعرفها وفي افكار جديده ما بتكون انت حدا قاشع، يعني ما حدا بيكون انتبه لها من قبل مثلا، او ما شو بينحكى فيها. ف بصير عندك تجربتك الخاصه، يعني نظرتك الخاصه عن البلد. شو أكثر شغلة فاجأتك بألمانيا؟ فاجأتني اكثر شغله فاجأتني بالمانيا، قصدك بهذيك الفتره، باول فتره بالمانيا. طبعا بأول فترة. هلا أنا بالنسبة لي بقول لك أكثر شغلة فاجأتني بألمانيا بصراحة، إنه العالم تشرب كتير بيرة بشكل مو طبيعي. يمكن انا لانه كنت بقرنه قريبه من مثلا من ملعب، فكنت شوفوا العالم باعداد هائله وماشيه وحامله مو قنينه كبيره، وانما صناديق. حاملين الصناديق وماشيين فيها، عرفت شلون؟ فهي شغله استغربت منها. والشغله الثانيه اللي فاجاتني انه مو موجوده، بس هي الشغله كمان عرفتها انا على طريق اللجوء، شغلة مضحكة يعني هي، ولكن انه الواحد ما بيقدر بالحمامات ينظف حاله بالمي، وانما بال ايه صح، صح. هي فكرة القصة ما كانت ببالي كمان من قبل. بده يكون عندك محارم يعني. هدول الشغلتين مثلا فاجئوني كثير يعني. مظبوط. انا اذا فيني احكي سيرة مضحكة بظن يعني صايرة مع كثير تفضل. عالم بالكامبات، انه كانوا اللي وقت يعملوا هيك اجتماع المسؤولين بالكامبو، انه كان دائما في سؤال مطروح، انه ليش في اناني مي بالتواليتات يا جماعه؟ ما بيعرفوا انه العرب يعني متعودين انه يستعملوا المي بتنظيف بالتواليت وهيك، فانه يستغربوا انه هذا شو عم يعمل، عم يشرب مي جوا يعني مثلا، عرفت؟ انه ما بينشرب مي جوا يا جماعه.
فبعدين وصلت للفكره يعني انه لا، هذا ان احنا بنستعمل المي بالتنظيف مو بس محارم يعني. فانه هي كانت بالنسبه لي شغله ما كنت مفكر فيها من قبل، عرفت؟ قبل ما اطلع على المانيا ما كنت مفكر انه راح يتغير هيك انه روتين الحمام والتواليت وهيك، عرفت؟ فتعتبر اي شغله. بس انه اكثر شيء كان لافت نظري بهذيك الفتره بعتقد النظام والنظافه بالشوارع. انا لانه تعرف انت يعني جاي بالشام، مدينه معبايه عالم، معبايه اراني عشوائيه، وما كثير الشعب عنده هذا الوعي بالنظافه بالحواليه بكذا. ف طلعت هون شفت شوارع مرق، خصوصا انه عرفت انا وقت اجيت على المانيا ما اجيت على مدينه كبيره، اجيت على هيك يعني دوف مثل قريه او هيك. عندي سؤال، يعني عندي سؤال كثير مهم يعني هلا بالنسبه لموضوع انه انت وصلت على قريه، بس كمل اول شيء حديثك. تمام. فوقت توصل انت على قريه ما فيها سكان كثير، قريه يعني في مساحات وفيها كثير طبيعه، بالمقابل ما فيها كثير سكان، فبتلاقي هيك في كثير رتابه ملاحظه يعني، عرفت؟ انه وهيك منظم الشوارع، هي شغلات كثير كانت كثير حاببه يعني اول ما اجيت، انه هيك لفت نظري بطريقه ايجابيه يعني انه قديش هيك مرتب، انه صرت اطلع انه ليه هيك ما عندنا هيك يعني، عرفت؟ هلا انت بعدين بتشوف بغير اراني بالمانيا بتصير تقارن تقول إيه لا مو كل الاراني مثل ما شفت انا بالبدايه. تمام. تماما. بس بيضل عندهم يعني حتى الاراني اللي اكثر شيء معجوق واكثر شيء ما منظم ملفت للنظر مقارنة بأراني عنا بالبلد للأسف يعني، ببلدنا بسوريا يعني. مع الأسف. فهي السؤال اللي كنت بدي أسألك يا، أنه بما أنه أنت وصلت على قرية وكنت بقرية صغيرة، وهون معروف بألمانيا وقت الواحد يوصل على قرية صغيرة، وأنت ما وصلت على قرية صغيرة بمقاطعة الراين، وإنما وصلت على قرية صغيرة بأي مكان وقتها كان؟ بنيدا زاكسن. الناس بهديك الأراني معروفين انه هنا متحفظين، شوي كمان يعني متدينين اكثر من غيرهم يعني بهذا الموضوع، ومتحفظين بالنسبه للاجانب. ف السؤال اللي بسألك اياه، واجهتوا انت او اختك، بما انه اختك بتحط حجاب، فواجهتوا مشاكل بالنسبه للعنصريه؟ كان في شيء من هذا الموضوع؟ هلا سؤال كثير حلو، منيح انك طرحته، لانه في نقطه كنت احكيها يعني انه هذا الفكره اللي شو بدي ستيريوتايب يعني، هذا شو بسموه يعني، انه الافكار النمطيه، الافكار النمطيه اللي دارجه انه بالاراني كذا كذا في عالم محافظين اكثر من اراني او عندهم عداء اجانب اكثر من اراني وكذا. بصراحه ما بعتبرها قاعده عامه، لانه انا شخصيا عن تجربتي الشخصيه اللي هي عرفت شغله مختلفه، كل بني ادم بيعيش تجربه مختلفه، بس انا تجربتي شفت هنيك عالم لطيفين وفريندليش يعني، منفتحين للاجانب كتير، وتجربتي بشكل عام كانت كتير ايجابيه مع الالمان. وفكره انه ديني متدينين هن او يعني انه مائلين للتدين هنيك، هي مو بالضروره شغله فيها انه سيئات، وانما هي شغله كانت عن جد تحسهم هن هدول الاشخاص اللي مثلا عندهم هذا مثلا شو بدي اقول لك، هذا الفكر الديني، كانوا متعاطفين تعاطف كثير ملحوظ مع الاجانب، عرفت؟ انه كانوا يجوا هيك انه شو بدك، شو بدنا نساعدك، كيف نقدر نخليك تندمج بالمجتمع بشكل سريع، شو المعوقات اللي عم تعيقك لحتى نساعدك، عرفت؟ فانا كثير ممتن لهذيك الفتره بهذيك المدينه الصغيره اللي عشت فيها، انه طلعوا بوشي عالم هلا انا وياهم طبعا على التواصل، وهيك كتير كانوا مناح يعني، مو بس حتى اللي صاروا رفقات، وإنما هيك بشكل عام كان في ترحيب، كان في هيك ثقافة ترحيب أكتر بكتير من هلأ. يعني أنا هلأ أنه انتقلت وصلت بمدينة أكبر نوعا ما، بس هي ما لها علاقة بالمدينة بقدر ما لها علاقة بالميديا، شو كانت تغيرت نظرة المجتمع. أنت فهلا بيعرف يعني قديش تغيرت نظرة المجتمع للاجئين قبل وبعد انتخابات وكذا، بصير كتير بتتغير نظرة العالم للاجئين يعني عن طريق الميديا وعن طريق السياسة والسياسيين والأحزاب وإلى آخره. فبهذيك الفترة كانت تجربتي مع الألمان شغل كتير لطيفة، كتير منفتحة يعني. طبعا في حالات ما بيخلى الأمر، بالنهاية هن ما من ملائكة يعني، إنه ما الكل عنده هذا هي الثقافة الترحيب. كان في طبعا حالات عنصرية، بس أنا كلمة عنصرية ما بحب أتحفظ عليها، لأنه برأيي أنا هيك بفهم كلمة عنصرية، إنه هي فيها عداء بالضرورة يعني. أوقات أنت بتوقف
بت بت شلون بدي اقول لك، بتواجه موقف او بيواجهك شخص هو ما عم يعتدي عليك او ما عم يصير في اهانه او اعتداء، بس عم يصير مجرد مثلا تمييز. طبعا ما عم اقول انه التمييز ما له مهم يعني، او انه شغله فيك تتجاهلها، لا التمييز شغله كثير مؤذيه ومزعجه وبتتمنى انه ما تكون موجوده، بس التمييز discriminating يعني هو شغله مختلفه عن الغاسيسموس هذا اللي العنصرية، العنصرية تمام. والتمييز، تمام. ايه فالتمييز عندهم يا للاسف واضح يعني، عندهم يا كالمان بشكل عام، خصوصا هلا انا بمدينه في اجانب، نسبه الاجانب فيها كثير عاليه، فبتحس بالتمييز يعني. انت بتكون على السوبر ماركت لما بتجي اللي بتشتغل على الصندوق على الكاسر، مثلا بتكون عم تبتسم او عم تسلم عليك، تودعك بطريقه فريندلي اذا كنت انت الماني، بتشوفك اجنبي فبتتغير شوي اللغه، بتتغير شوي اللهجه، هذا الشيء محسوس انا بالنسبه لي حاليا. بس بس طبعا انا بدي اوضح شغله، انه هذا الشيء مثل ما انت قبل شوي كمان قلت وتفضلت، انه مو عام ومو على كل الناس 100% 100% اكيد مو الكل، بس قصدي هي القصص بتشوفها بشكل متكرر تمام. بس هي القصه في عالم بترجمها بانها عنصريه، انا ما بحب اسميها عنصريه، لانه انا من كلمه عنصريه بالنسبه لي لما بيجي واحد بيقول لي انت اجنبي دو جهس نشت ان دوتشلاند مثلا، او انه انت ما لازم تكون انت ما بالمانيا، بتنتمي انت رجع على بلد المانيا تماما. تمام انا برايي هي عنصريه. اما ما بيكون على الكاسه واحد بيجي بيقول لك، بيقول له للالماني اللي قبلك واللي بعدك انه بتمنى لك نهار طيب، وبيجي لقلك بيقول لك باي بس، تمام مزعجه وكثير بتقرف يعني، بس انه بالنهايه ما بتسميها عنصريه هي. هذا وجهه نظري انا يعني. انا بحس انه هي التسميه الحقيقيه الى يعني التشخيص الحقيقي لهالقصه هو ديسكريمينيشن، تمييز، بس ما نوع عنصريه بالضروره يعني. فبهذيك الارامي كان في هي الحالات، ومثل ما انت قلت انه اختي كونها محجبه تعرضت طبعا لنظرات مزعجه اكثر مني، كونها عرفت متحجبه شغله، متحجبه هي شغله كثير هيك غريبه عليهم، بنت متحجبه او يعني. عرفت مثل ما قلت انت هنيك اراني مو متعودين على الاجانب، مو متعودين على ان يعيشوا مع اجانب، عرفت بيشوفوهم بالتلفزيون، بيشوفوهم بالافلام والمسلسلات يمكن، بس ما بيشوفوهم بالشارع معهم. فكانت اختي تتعرض لنظرات هيك استغراب من العالم، ف بجوز انها ما تكون النظرات لها اي معنى سلبي، بس هي شيء بيزعج للشخص طبعاً المختلف طبعاً. اللي هو الاجنبي. انا بزماناتي صار موقف ما بنساه كثير، كان مؤثر بالنسبه لي بفتره، باول فترتي يعني بالمانيا، كنا قاعدين على بقرنا هيك مثل انه انه بيطلع بيتشمسوا فيها العالم هيك مثل حديقه، منتزه منتزه او حديقه ايوه مثل ايوه تمام. فاجا هيك زلمه كبير بالعمر يمكن شيء 80 سنه، فكنا نحن مع رفيقنا الالماني، فكنا لساتنا عرفت انه ما بنحكي الماني كثير منيح، فعم يحكي مع رفيقي اختي قاعده جنب يعني قاعده معنا بالمجموعه، فاجا سال رفيقي قال له ممكن اسالك سؤال، قال له تفضل، قال له ممكن تسال اياها هي حاطه الحجاب عن قناعة ولا مجبوره عليه؟ تمام هذا السؤال الكلاسيكي يعني، هذا السؤال الكلاسيكي اللي بيسالوه كلهم تماما. بس قديش كانت لطيفه من شخص انه هو عنده افكار ما انا متاكد منها، انه يجي يسالها بكل مباشره تماماً. يعني بشكل تماماً. مباشر، انه انا تماماً. حاب اسمع من حدا معني بهالتجربه اللي هي بنت متحجبه، فانه لاسالها هي شو وجهه نظرها، مو ضل اسمع ميديا واسمع عالم وكذا. فوقتها قال له طبعا في ايه بيعرفنا يعني، قدر يجاوب بدون ما يسال اختي وقتها، انه ايه مقتنعه في البنت عاشه يعني، ما في عندها سلطه ابويه ذكوريه بحياتها، انه هي حابه تلبس الحجاب. فكان الدنيا برد، عرفت نحن اجينا بديسمبر وقتها، فكانت الدنيا برد، فقال لها الزلمه اذا هيك كثير منيح اصلا اطفالها، انه ليك انا دني ميتين من البرد مثل هيك، عرفت. فكانت كثير حركه لطيفه يعني، حسيتها انه وهي احلى شغله، وهي احلى شغله انت قلتها هلا، انه هدول الناس اللي بيجوا بيسالوا بطريقه ممكن تكون الطريقه كمان هيك طريقه مستغربه يعني، انه حاطة الحجاب انت عن قناعة ولا لا، حدا غصبك عليه، ومن هالشغلات هي كلياتها بهي الطريقة هو عم يقول لك انا بنفس الوقت، او عم يقول لك انه انا ما بدي اعطي احكام مسبقة، أيوة. انا بدي كون، انا بدي كون فكرتي عنك انت، مو عن كل الشعب ومو عن كل البلدان العربية، عنك انت او عنك انت، عن طريق اني اسألك واعرف انت شلون بتفكر، مشان ما احكم عليك مسبقا، مثل والله بروح وبقعد قدام التلفزيون بتفرج عليه، او بحكي مع جاري اللي صار معه قصه من هالقصص وحب يحكي لي اياها.
عرفت؟ فهي شغلة كتير حلوة. أنا بدي ألفت النظر على الشغلات الإيجابية اللي صارت في حياتك هون بألمانيا. أنت بعد ما وصلت على ألمانيا وصلتوا على الكامب وهيك، أنت كونت صداقة مع شخص لا له من دينك ولا له من عرقك ولا بيحكي لغتك. حكينا عنه، صحيح. مين هو؟ شو اسمه؟ شو حكينا. رفيقي اسمه نيكو، تعرفت عليه بالكامب. هو كان سوشيال ارابايتر، يعني بيشتغل بالخدمه الاجتماعيه بالكامب، يعني عرفت موظف كامب بالصليب الاحمر. وبالصدفه هو كان الكامب فاتح جديد جنب بيتهم، فانه قدم وتوظف. طبعا هو توظف بعد ما نحن اجينا على الكامب، يعني انا تعرفت عليه بعد شيء اسبوع بعد ما وصلنا على الكامب، عرفت. كان هو جديد بالشغل. بتعرف انت بالالمانيا بشكل عام دوله ما كتير تتحدث اللغه الانجليزيه للاسف، عرفت. فكيف لما بتكون انت بمدينه صغيره او بقريه، عرفت، العالم اغلبيتهم كبار بالعمر وما بيحكوا، يعني حتى لو بيعرفوا، هو ما عم بقول انه ما بيحكوا، انه بمعنى ما بيعرفوا، بجوز بيعرفوا بس انه ما بيتكلموا وما بيحبوا يتحدثوا، يعني عرفت. بس بدي الفت النظر على شغله، انه بتضل نسبه الناس اللي بيحكوا انجليزي بالمانيا اكبر كثير من نسبه الناس اللي بيحكوا عربي انجليزي بسوريا مثلا. اكيد اكيد انا عم بحكي هلا بدون مقارنه، يعني عم بحكي بالمانيا. المقارنة إذا بدي قارن مثلا، شو بيقارنك؟ يعني مثلا بهولندا، هولندا دولة أصغر ولغتهم بنفس اختلاف يعني بنفس شو بدي لك، لسه لغة أوكي، اللغة الألمانية مهمة والله حيا وكذا، بس إنه بحس إنه بهولندا أنا بروح هنيك عند قرايبيني، بتعرف. فالعالم دائما عنده استعداد إنه إذا بدك تسأل سؤال ما بتفهم اللغة فورا بيحكوك إنجليزي، بتفهم إنجليزي بحكيك شوي إنجليزي، عرفت. فهذا الشيء بألمانيا تعرضت عليه ما واجهته كتير، يعني كان في عالم هيك بتلاقيها بتتلبك خايفة ما بتحكي انجليزي بالمرة مثلا او هيك. بس طبعا مثل ما قلت لك، هديك الابنة اللي عشت فيها وضع مختلف عن اراني تانية، لانه صغيرة ومسنة، يعني كان اغلبها كبارية بالعمر الى اخره. ايه فانيكو كان متوظف جديد هنيك وشافني انا كنت يعني بكامل قواي العقلية انا طالع بالبحر وجايب معي اللابتوب من سوريا. فقعد على اللابتوب قدام العالم هيك، منظري كتير غريب يعني، عرفت. وعم بتعلم ألماني، يعني بوقتها كنت عندي هيك اهتمام انه بلش باللغة فورا، يعني ما استنى المدارس وهيك. فوقتها هيك قعد جنبي انه قعد نتعرفنا على بعض هيك عادي، انه مين انت، شو اخبارك، شو اسمك، منين جاي، بدي اسألكم هون. عم نحكي طبعا المحادثة كانت بالانجليزي. اوكي ايوه تماما. فعم نحكي انجليزي وهو كان حدا مثقف جدا، كثير حدا قاري، كثير حدا محتك باجانب، كونه كمان يعني كان اصلا زمان متخرج بالجامعه، وبالجامعه يعني معروف انه هو وسط فيه كثير اجانب وهيك. فما كان عنده اي مثل انه احكام مسبقه، كان هيك عم يتعامل معي بهي الطريقه، انه انا شخص انت جديد علي، يعني اكيد حدا نموذج بني ادم جديد عليه، اجنبي اسمر من خلفيه اسلاميه، فانه ما بيعرف شيء من هذا على الاغلب، يعني انا بظن هلا بس ماني متاكد، يعني انه ما كان عنده من قبل عالم فيها هي الشروط كلها بشخص واحد، انه شرقي وعربي واسلامي والى اخره. فهيك كنا بنتعرف على بعض بشكل كثير منفتح، يسالني جاوبه، اساله يجاوبني. فاتفق هيك، صار في كيمياء كثير ظريفه بيني وبينه، اتفقنا كثير وضلينا هي فتره 3 شهور ونص يمكن قعدناهم بالكامب، انه كل ما يجي انه عرفت انه هو بيروح بمساء اجباري كونه عم يشتغل عدد معين من الساعات، فبيرجع انه هيك بتلاقينا كمان، يعني صار في رفقه كثير حلوه بيني وبينه، وبعتبر هذا الشيء من الحظ يعني اللي واجهته او اللي حصلت يعني اللي عندي اياه انا، انه بالمانيا كونه ما لنا حدا هون كنا بالمانيا، انه جيت فورا قدرت اعمل صداقه مع شخص ابن هي البلد، عنده معرفه بقوانينها، عنده معرفه بلغتها، طبعا بيساعدني كثير باللغه، ساعدني كثير بالوراق، بالترجمات، بالمواعيد، عرفت. ف كثير كثير صديق جيد جدا انا وياه، صداقتنا كثير حلوه. فهيك يعني عن طريق اللغه، يعني لو ما كان في انجليزي معي او معه فكنت للاسف ما حدا تعرف عليه، وكنت اصير زي شادي كبيز عن جد، لانه كثير زلمه ما في منه. حلو حلو. مروان قبل 4 سنين وصل على المانيا، ومن ثاني يوم او ثالث يوم تقريبا بلش يتعلم اللغه الالمانيه، وحاول
يساعد حاله ويساعد اخواته كمان طبعا، ويظبط وضعه المعيشي كمان بهذا البلد. بس مروان قبل ما يجي على المانيا كان عنده، كان عم يدرس وخلص دراسته، وهو لانه خلص دراسته مشان لحتى ما ينسحب على الجيش طلع من سوريا. شو درست مروان وشو شو عملت بسوريا قبل ما تسافر؟ على قبل ما تسافر يعني كنت شخص هيك انت ما عندك شيء وما لك عارفان شو بدك تعمل بحالك وقام هربت، ولا كنت تعمل شيء كمان يعني؟ تفضل. السبب الأساسي اللي طلعت هو أنا لأنه مو جاي أروح على الجيش، كونه أنا خلصت بكالوريتي بال2013 بعتقد. كنت حابب أعمل هندسة معمارية وما طلعت لي للأسف بسنة 2013. يعني اللي عم يسمعنا بظن عنده فكرة إذا كان يعني مخايض بهي المواضيع، إنه بسنتي أنا بالذات ارتفعت المعدلات بشكل كتير سيء، يعني بشكل كتير غير مسبوق، يعني إنه شغلة هيك بحياتهم ما كانت توصلني المعدلات لهذا السقف. وما قدرت فوت عمارة، ففتت معهد تعويضات سنية، وهو المعهد عبارة عن سنتين، وأنا كوني ما بحب فكرة إنه أعيد وأجل أعيد سنين كرمال أجل يعني، فكنت حريص إنه أتخرج فورا. تعيد سنين بدي كرمال أتخرج أجل الجيش قصدك؟ تماما. ما كنت يعني، هلا في عالم بتلجأ لهي الطريقة، إنه فيك كل سنة تعيدها سنتين، وبالتالي بدل ما تخلص الدراسة بسنتين، وبالتالي إنه بدل ما تخلص تأجيلك سنتين بصير بيقدر يقعد معك تأجيل 4 سنين. بس اللي صار انه تغيرت قوانين فجائيه بسوريا حتى بما يتعلق بسحب الاشخاص على الجيش بعد ما يتخرجوا، فلقينا انه هذا الحل الظريف، والحمد لله كنت متخرج ورأيي يعني هلا كان صار لي اسبوعين طالع شهادتي وكذا كشف علاماتي، وعملت كل شيء وصدقت كل شيء وترجمت هيك وحملنا حالنا وطلعنا وقتها. حلو. فطلعت متخرج. هذا الشيء كمان اذا فيني كمل بالسيره انه شو عملت بما يتعلق تفضل. بشهادتي ولا؟ تفضل. تمام. فكتير ساعدني فكرة اني طلعت من سوريا متخرج، لانه خاصة هون انت بتعرف بلد كتير يعني فكرة شو بدي لك الاستفادة من الأوراق، الخدمات. الأوراق بيموتوا بشيء اسمه أوراق. تماما. روح البن الوراق، شهادات. هي شغلة هيك ولا هيك. بس قصدي كمان هن موضوع انه لما بيكون عندهم حدا اجنبي جاي معه شهادات معه اوراق، فعندهم طرق كتير حلوه، او شو بدي لك دائما في طريقه لتستفيد من هي الشهاده الاجنبيه. يعني ما في شيء اسمه انت شهادتك ما استفاد منها بدك تبلش من الصفر بالمانيا، عندك ورقه رح تستفيد منها حصرا، عرفت؟ ف وخاصه انه انا شهادتي عمليه، يعني هي عباره عن مهنه. فهون كمان فكره الاوس بيلدونج كتير مشهوره، بتعرف يعني انه ثلاث ارباع العالم التدريب المهني. تمام. تماما. ايه فكتير وقت قدمت شهادتي وعلى الهاندفاكس كمان، وأكلت سنة طبعا لأنه هن يمكن على ما يبدو بيوافق. قدمت شهادتك على الجهات المختصة بموضوع التدريب المهني. تمام. تماما. إنه المكتب اللي له علاقة تمام. بالتصديق الأوراق إذا عندك أوراق أجنبية تمام. إلى آخره. يعني تصدقت أكلت سنة كاملة. بهي السنة كنت أنا عم بعمل براكتيكوم، وكان عندي كمان براكتيكوم يعني تدريب مهني، تمام. وكنت عم وكنت عم عامل عم بعمل مدرسة لغة وكذا. فساعدني كتير فكرة اني طلعت من سوريا متخرج، لانه ما اضطريت ادرس من اول وجديد هون، خصوصا انه انا بعد ما فتت التعويضات صحيح ما كانت رغبتي، بس كتير حبيتها بعدين يعني كتير حتى شاطر فيها يعني، وانبسطت كتير انه بالمانيا هذا الشيء مرغوب محبوبة المهنة ومطلوبة، عرفت؟ يعني مو والله شبعانة المانيا قد ما فيها سانتشنيكا قد ما فيها مخبرين، لا هي مهنة دائما مطلوبة. فايه كثير بنيت على شهادتي اللي بسوريا طريقي لقدام، ولحد الان انا عم ببني عليها يعني، عرفت؟ شيء حلو كتير، شيء حلو كتير. خلينا نرجع شوي للغة الألمانية، وبما أنه المتابعين تبعاتنا حيكونوا يعني معظمهم بهمهم اللغة الألمانية وبهمهم طريقة، بغض النظر ألمانيا واللغة الألمانية حتكون محور يعني الهدف تبعهم لأنه عم يسمعونا، فأنا حاب أسألك هلأ كيف تعلمت اللغة الألمانية بالألماني، وأنت جاوبني لو سمحت بالألماني كمان. مروان erzähl mal bitte, wie hast du so schnell und so gut Deutsch gelernt? Beziehungsweise, wie hast du überhaupt Deutsch gelernt, um innerhalb fast 2 Jahren direkt ins Berufsleben quasi einsteigen zu können? Das ist immer eine interessante Frage, finde ich, weil viele Leute fragen mich immer, oh, du bist nur seit 2 Jahren in Deutschland, du hast die Sprache so gut und so schnell gelernt und so weiter. Ich sage immer, das liegt an meiner englischen Sprache.
um ehrlich zu sein, weil mein Englisch hat mir unglaublich geholfen, mit dem Deutschen, wie sage ich das ja, schneller weiterzugehen, weißt du? Also ich habe vorhin auch meinen Freund Nico erwähnt, der hat auch Englisch gesprochen und da er auch ein Student gewesen ist, der konnte viel mehr Deutsch als Leute, die zum Beispiel die Sprache so nicht richtig gelernt haben, nicht in der Schule zum Beispiel gelernt haben. Also er hatte immer so viele Antworten zu meiner Fragen gehabt. Quasi der hatte Verständnis für Akkusativ, Nominativ, genau, Dativ. Er kannte sich damit sehr gut aus und wenn er zum Beispiel etwas oder ja, wenn er etwas nicht direkt antworten konnte, hat er immer seinen Vater gefragt, weil er selbst auch ein Lehrer gewesen ist, sein Vater. Und ja, also Nico war mir eine sehr große Hilfe, aber der war nicht immer da, selbstverständlich. Und ich wollte nicht nur auf Nico konzentrieren, um mit der Sprache weiterzugehen, weißt du. Mit Englisch habe ich auch im Internet Deutsch gelernt. Das war eine Sprach-App, die heißt Duolingo. Und diese App Wir machen hat, aber keine Werbung, ja? Also ab nee, leider. Keine Werbung. Leider bekommst du kein Geld für diese Werbung, aber ich muss das leider sagen, weil die Sprache-Application unglaublich gut ist, ne? Das muss ich wirklich sagen. Ja, aber wir müssen festhalten, für jeden, der die Möglichkeit hat, mit Menschen, mit Einheimischen bzw. mit Deutschsprachigen in Kontakt zu treten, tu das, weil auf jeden Fall. Erst dann wirst du wirklich mächtig in der Sprache. Auf Davor jeden Fall. Kannst du vielleicht, aber wenn du Kontakt mit Menschen, wenn du die Sprache jeden Tag benutzt, dann wirst du es auf jeden Fall rocken. Ja? Das stimmt auf jeden Fall. Ich kann dir nur zustimmen. Und du bist ein sehr gutes Beispiel dafür eigentlich, um ehrlich zu sein, weil ich habe, also natürlich hast du auch Schule und hast auch Internet und alles benutzt, um die Sprache zu beherrschen, aber in deinem Fall finde ich, also in meinen Augen so, dass dein Kontakt mit den Deutschen dir sehr gut geholfen hat. Und absolut. Ich habe das zum Beispiel auf dein Konto, also auf deinem Instagram-Page zum Beispiel immer gesehen, dass du immer mit deutschen Freunden warst und immer noch bist zum Beispiel. Und das hilft natürlich auch sehr. Absolut. Ja, was ich noch sagen wollte vorhin, dass all das mit Nico zum Beispiel, wir haben immer fast nur Englisch gesprochen und ich habe im Internet auch Deutsch gelernt und das war aber noch gar nichts, wenn ich mich unterhalten wollte, weil das war alles Theorie sozusagen in meinem Kopf. Aber ich durfte das erst dann benutzen und wirklich so fließend sprechen, als ich mit Menschen dann umgegangen bin. Ne? Also auf jeden Fall als du quasi dann richtig in Kontakt mit Menschen auftreten konntest, dann hast du quasi die Sprache zwangsweise sozusagen anwenden müssen. Sonst hättest du auch im Leben gar nicht vorankommen können. Ne? Das stimmt also auf jeden Fall. Von daher, also bei dir gab es Interesse, gab es ein heftiges Interesse, die Sprache zu lernen. Ja. Und danach hast du dann quasi autodidaktisch die Sprache gelernt und dann kamen dann die Freunde, die Bekannten, die deutschen Bekannten und dann kam dann die Schule irgendwann und dann hast du dich auch weiter bemüht, um quasi erstmal einen Job zu finden und nicht beim Gleichsprachigen, also sprich Araber oder so, oder Leute, die vielleicht Englisch sprechen, sondern direkt Deutsch. Wir leben in Deutschland, wir müssen Deutsch reden, nach dem Motto. Ich finde, meiner Meinung nach, dass man einfach das sprechen kann, was man sprechen will. Wichtig ist, dass man sich verständigen kann. Nur da hängt das Ganze immer, meiner Meinung nach, mit deinem Ziel zusammen. Willst du mit Menschen, wirklich mit Menschen in Kontakt kommen? Willst du hier in deutschen Firmen arbeiten? Willst du wirklich große Ziele in Deutschland erreichen? Möchtest du überhaupt hier in Deutschland auch bleiben? Auf jeden Fall. Dann finde ich, das ist ein Muss und ein dringendes Muss. Ja, ja. Ne? Ich habe das nicht deswegen gesagt, dass man sagt, ja, wenn ich die Sprache nicht so gut beherrsche, dann dann ist es kein Problem. Doch, es ist schon ein Problem, wenn man, wie du gesagt hast, Ziele in diesem Land hat. Wenn man wirklich dieses Ziel hat, dass also Deutschland in eine Heimat zu verwenden, weißt du, weil irgendwann werden wir so lang genug in Deutschland gelebt haben und das wird irgendwann auch unser Land, unsere Heimat sozusagen. Und dafür braucht man auf jeden Fall die deutsche Sprache.
Also ich habe das nicht einfach so gesagt, weil die Sprache, die deutsche Sprache nicht so wichtig ist. Absolut ist es Verstehe. unwichtig, ne? Verstehe. Genau. Ja, und Englisch, Ja. also weil ich Englisch sprechen konnte, das war nicht immer für mich ein Vorteil. Das habe ich erst später eigentlich verstanden, weil die erste Zeit in Deutschland habe ich wirklich mich nur mit Englisch unterhalten und das hat mein Deutsch sozusagen gebremst, ne? Weil ich auch immer eine andere Möglichkeit hatte, mit Menschen zu sprechen, und zwar mit Englisch. Aber irgendwann dachte ich, ja, ich muss jetzt Englisch aufhören. Ich werde jetzt so tun, als hätte ich kein Wort Englisch verstanden und gesprochen und jetzt will ich wirklich Deutsch sprechen. Und seit dann habe ich wirklich dann weiter oder gut besser mit Englisch, sorry, mit Deutsch gesprochen, dann mit Vorankommen Leuten. können, so, ja. Genau, ja, das ist jetzt meine Ja. Erfahrung mit der deutschen Sprache. Vielen, vielen Dank für die Antwort. Ja, Dann gerne. wechseln wir wieder jetzt auf Arabisch. Machen wir. Ja. شكرا كثير على جوابك، وانا بشوف انه يعني الكلام اللي قلته بتفق معه، ولكن اذا شخص قاعد بالمانيا وما عنده حجة انه يسافر ولا يروح ولا يجي ويحكي باللغة الانجليزية، او حتى مو اللغة الانجليزية، يعني بده يحكي بس بلغته، عرفت؟ فهذا يعني هذا الشيء يعني هذا الشيء مؤسف جدا مؤسف، بالنسبة لي. أكيد مؤسف، أكيد أكيد صح. وحتى لما الألمان دايما بيحكوك مثلا بيستغربوا منك إنه أنت جديد بالبلد وبتحكي منيح، فدايما بتصير في هي المقارنة. أنا بعرف عالم صار لهم 20 سنة وما بيحكوا يا نص حكي، أو بعرف عالم صار لهم هون ولداني بس لسه عندهم أكسنت، عرفت؟ في دايما بصير في هي المقارنة، لأنه للأسف مثل ما قلت أنت في كثير عالم السباخة اللغة ما كانت عندهم شو بيقولوا مثل انه تحدي، انه انا عن جد بدي اتقنها، بدي اندمج وبدي اعرف اتواصل مع العالم حواليي. بالنهاية انا عايش في هذا البلد اللي هي لغته الرسمية، لغته الأساسية كل العالم بتحكيها. فهي مثل ما قلت انت من اول كمان انه كثير له علاقة بانه انت شو هدفك بهالبلد، شو هدفك شو بدك، لوين بدك تصل مع العالم مهنيا، شركات تشتغل فيها، على كثير أصعدة. يعني بيختلف نظرته، يعني الهدف اللي حاطه الشخص بخصوص على حياته بألمانيا. يعني تمام، طيب معناتها شو بنيجي الأسئلة؟ للأسئلة الثلاثة. السؤال الأول، وصف حالك بخمس صفات. أوصف حالي بخمس صفات، هذا هو السؤال الأول. هذا السؤال الأول، معك وقت كمان تفكر فيه وبعدين تقول لي. على اي يعني على اي صعيد على بدك كل اياه؟ الأصعدة، على كل الأصعدة. اوصف حالي بخمس صفات. والله ما بعرف، ساعدني. وصف لي انت شيء تنتين تعرفون عني. مثلا بعرف انك انت انسان مرح، مظبوط. انا انسان مرح. فيالك اربعة. طيب انا واحد مرح، اوصف حالي عقلاني يمكن، ما كتير عاطفي يعني عقلاني، مجتهد يا منفتح، كتير بركز عليها. يعني هي لازم نذكرك ان اول وحده كتير بحبها بحالي تمام، بصراحه. خلينا شكرا. نعيدهم، معناتها شو هن كلياتهم بالتدريج؟ ايه بالتدريج، اول وحده منفتح، البقايا بقى ما بيشكوا. ايه فصلنا قاعدين هلا منفتح، مجتهد، مرح، وعقلاني بعيان وحده، ملول كثير من بسرعه. اوكي هاي خمسة. كثير حلو. السؤال الثاني، شو بتحب تقول او تنصح مروان وقت كان عمره 10 سنين؟ ودي كثير شغلات. بقول له للي عمره 10 سنين انه كمل هيك، انت حدا عم تشتغل بشكل عام، عم تشتغل مزبوط، بس لا تاخذ الحياة كثير ايرنست، يعني ما تاخذها كثير بشكل جدي. كنت بوقتها تحسني حدا هيك كثير اخذ الحياة بشكل جدي اكثر من هلا. يعني بحس هذاك العمر كوني بلشت بهي الطريقه، انه يعني انا انسان هيك اخذ حياتي بشكل جدي شوي زياده، اثرت فيني. هلا انا عمري 25، فبظن لو تغيرت فيني بعمر العشره كنت ما بوصل للجديه الاتوليه اللي انا فيها. يعني عرفت، فبنصحه هاي الشغله انه ما تاخذ الحياه كثير جدي زياده عن اللزوم، يعني وانه بما يتعلق باهدافك وشو بتحب تعمل اعمل هيك، وبرافو عليك وكمل. تمام، شيء حلو كتير. السؤال الأخير ممكن يكون يعني بأي لغة أنت بتحبها، أحلى مقولة أنت سمعتها وبالأيام الصعبة بتقولها لحالك، أو ايه يعني عندي مقولة وحدة. هيك بتشجعك. تمام، عندي وحدة كثير بحبها، بالذات بالايام اللي بكون انا فيها مثلا حال نفسيتي ما كثير منيحة، فبحب دائما اتذكرها وعن جد بتساعدني.
بس في وحده ثانيه كمان حابب اقولها بس ان شاء الله اتذكرها. تفضل، ما في مشكله، ما في مشكله. تمام، هي من قصيده، يعني هي شطر من بيت شعر بينحكى فيها: وتحسب انك جرم صغير وفيك انطوى العالم الاكبر. فكتير هي كتير معنيه بتجنن اذا كيف يعني بتتمعن فيها، وبالذات بحس فيها لما بكون عم حس هيك مثلا بتمر عليك فتره وقت تكون عندك شعور بعدم ثقه بالنفس او ضعف او شيء، فدائما بفكر فيها. هي فيها، عرفت فيها معنى روحاني كمان، انه تماما تحسبوا انك جرم صغير فيك انطوى العالم الاكبر. بتجنن يعني، كثير بحبها. نعم، فايه هي مثل انه هي دائما عندي المقوله اللي بتخليني اكمل رغم صغرها يعني، بس كثير مؤثره بتاثر فيني. تمام تمام ها حلو. في مقولة تانية كنت بدك تقولها؟ قلت في مقولة تانية بس ماني حافظها حرفيا، بس حافظ آخرها كتير بحبه وبعتبره مهمة، يعني بحب أعتبرها هي قاعدة مهمة لكاتب أو لروائي أجنبي، يعني هي مترجمة. بتقول: فانطلاقا طريقانا، طريق طريقك يعني، انطلاقا طلاقا طريقان فهذا جميل، وإن لم يتلاقا فهذه طبائع الأمور. ف كثير كمان بتعجبني هي المقولة، رائعة رائعة بصراحة، رائعة جد بحسها حلوة، لأنه بتلخص كثير من أنت شو بتحب، كيف تتعامل مع العالم والعالم كيف تحب تتعامل معك. ما مية بالمية مية بالمية ما يكون في دائما شو بيقولوا أحكام، مو أحكام شو بيقولوا له، تطلعات مسبقة من الأشخاص، هذا لازم يعمل تماما، هيك لازم يعمل هيك، خلص كل واحد يعمل شيء. إذا اتفقنا بأفكارنا كثير حلو، ما اتفقنا هيك طبيعة الحياة. الخلاف لا يفسد الود قضية. تماما، فهي هي. حلو مروان، انا بتشكرك من كل قلبي، شكرك كتير 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 انك عملت معي المقابلة، بتشكرك من قلبي وبتمنى لك كل التوفيق، وبعرف انك انت رح توصل لكل شيء بدك اياه. الله يسلمك، وانا بشكرك كتير لاستضافتك مرة تانية، وكتير مبسوط بالحديث معك. ان شاء الله نكون كنا خفاف يعني على العالم، ما يكون مللناهم، و كل التوفيق لك كمان عمورة. شكرا كثير. اخر 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 رساله لك بتحب توجهها لكل البشريه؟ شو بدي اقول، نحبوا بعض. ما بعرف يعني، بظن حلو اكثر شيء، حلو خلص، بظن اكثر شيء ناقصنا ان نحب بعض، فانه حبوا بعض، الله يوفقكم. 100% 100% 100% هي هي. ممتاز ممتاز حبيب قلبي عمورة. شو يا حبايبي، شكرا لكم على استماعكم، وبتمنى انه يكون الحلقه سرتكم، واذا عندكم اي استفسارات، عندكم اي اسئله، عندكم اي شيء حابين تشاركونا اياه، بتمنى منكم انه تعلقوا تحت البودكاست، تحت الحلقه، تعطونا كمان تقييم يكون منيح مشان حتى نستمر، وبتمنى منكم كمان تساعدوني بحيث انه نقدر نحاول ان يعني نكبر القناه ونحسنها، بحيث انه تكون القناه قناتكم ومو قناتي، بحيث انه انتم تنبسطوا بالشيء اللي عم تسمعوه. بتشكركم كتير، ولا بلكون سلام. Das war's schon wieder mit Deutsch Arabisch. Bis bald. كان معكم عامر في عربي ألماني. استنونا بالحلقات الجايه.